في شهر أيار عام 2023 ألقت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة ميا خليفة محاضرة في جامعة أكسفورد بدعوة من الاتحاد الطلابي للجامعة. وفي أيلول من العام نفسه ألقت أسماء الأسد محاضرة أمام جامعة بكين للدراسات الأجنبية. وبالمقارنة بين المحاضرتين ترجح كفة القيمة المعرفية لمحاضرة ميا خليفة بشكل واضح. صحيح أن السيدتين لا تملكان أي مؤهلات أكاديمية تتيح لهما إلقاء المحاضرات على منابر جامعية، لكن محاضرة ميا كانت تحوي عصارة تجربة إنسانية قاسية مرت بها خلال عملها في صناعة الأفلام الإباحية. فقد تحدثت مثلاً عن الآثار النفسية المدمرة المترتبة على الخوض في هذه الصناعة، سواء بالنسبة لممثل العرض أو المتفرج، وأبدت ندمها على كل لحظة أمضتها في عالم ترفيه الكبار، محذرة الشبان من الدخول إلى ذلك العالم، وانتقدت بشدة بنود العقود القانونية التي يوقعها ممثلو الأفلام الإباحية مع الشركات المنتجة والتي يوقعها الممثلون الإباحيون وغالبيتهم من الشبان الطائشين دون التبصر بعواقبها. It would be two things: to change the age of consent for signing a porn contract from 18 to 21. And number two would be to take out the words in perpetuity from anything involving a naked woman or a naked man or an individual's body. There is no need on earth for a corporation to have that much control in perpetuity over someone's image like that, especially when 95% of the people who are entering this industry that they're holding this over are 18-year-olds whose frontal cortex is not fully formed, who are making rash decisions, who don't know what they're doing, who will 9 times out of 10 grow up to regret it. أما محاضرة أسماء فلم تكن إلا هراء في هراء، كونها كانت اجترارا لعبارات معلبة اعتاد العالم كله سماعها بلا إضافة أي قيمة معرفية حقيقية أمام الحضور. من دمشق أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ إلى بكين عاصمة أقدم الحضارات. لو أن أسماء شاركت تجربة العيش تحت سقف واحد مع مجرم سايكوباث لم يعرف الشعور بالذنب أو الندم على كل ما اقترفته يداه، أو لو أنها تحدثت عن طرائق اختلاس المال العام التي تشرف عليها عبر ذراعها الاقتصادية المعروفة باسم المكتب السري، أو لو أنها علمت طلاب جامعة بكين أصول التسوق من أغلى العلامات التجارية العالمية، أو لو أنها شاركت التجربة الأسدية في رفع الدعم عن المواد الأساسية دون رفع قيمة رواتب موظفي الدولة، لكانت بذلك نافست ميا من حيث القيمة المعرفية للمحاضرة. وبما أن باب المقارنة قد فتح، فلا بأس أيضاً من المقارنة بين جمهور محاضرة ميا خليفة وجمهور أسماء الأسد في الصين. فبينما كان طلاب جامعة أكسفورد يلقون أسئلتهم بهدف حث ميا للحديث عن جوانب لم تتطرق لها خلال كلامها عن رحلة النجاة والخلاص من عالم الإباحية، كان طلاب جامعة بكين للدراسات الأجنبية ينظرون نحو أسماء نظرة مراهق نحو نجمه التلفزيوني أو مطربه المفضل، أو لربما كانت نظرات بمعان أخرى.